السلام على رسول الله. خلق الله الإنسان وكرمه وجعله الخليفة في الأرض، وخلق له زوجة وجعل له ذرية، واصطفى الله من الذرية الرسل، واختص كل رسول بحال، وحال رسولنا الذي هو موضع كلامنا هو كليم الله موسى عليه السلام. لقد كان موسى من بني إسرائيل، وكان بنو إسرائيل يسكنون بلاد كنعان، حتى دعاهم يوسف عليه السلام إليه في مصر. فهاجر أبناء يعقوب وأحفاده من بلاد كنعان إلى مصر. أبشروا يا بني إسرائيل، إنها أبواب مصر. حيث نزلوا على يوسف ابن يعقوب، حيث كان الهكسوس يحكمون مصر في ذلك الوقت. يقول يوسف: لقد زاد شوقي لكم يا إخوتي وأحبتي، أنزلوا متاعكم واستريحوا في مساكنكم. ومن أين لنا السكن يا يوسف ونحن غرباء ولا عمل لدينا؟ يقول يوسف: اطمئنوا، سأدبر لكم أموركم. إلى أين تأخذنا يا رجل؟ نحن نمشي خلفك منذ أن سلمنا يوسف لك. إلى منازلكم. وأين هي منازلنا؟ في أرض جاسان بجوار النيل. وهل جاسان مكان جميل؟ من أجمل أماكن مصر. ذهب بنو إسرائيل إلى جاسان، عاشوا فيها أيام رغد وكرامة، ولم لا؟ ويوسف أيام ذاك كان أميناً على خزائن الأرض. يا رجال، تذكروا ألا نطيل السهر، فلدينا أعمالنا غداً. لن أنسى ما فعله يوسف من أجلنا، فقد جعلنا نعمل مع صفوة القوم وزكانا لديهم.
لقد أحسن إلينا يوسف كما أحسن الله إليه. وكان يوسف يعدل بين الناس كافة، سواء كانوا من المصريين المستضعفين المستعبدين أصحاب الأرض أو الهكسوس الأقوياء ذو النفوذ، فكان لا يميل لطرف دون الآخر، ولذلك أحبه المصريون والهكسوس معا. غدا يوم توزيع الغلال يا يوسف، وأريد منك أن تقلل نصيب المصريين منها حتى نستطيع بثمن ما نوفره من الغلال زيادة تسليح جيشنا العظيم. يقول يوسف: أنت تعلم أيها الملك كم أدين لك بالفضل، ولكني لا أستطيع أن أنقص من غلال المصريين، فإنهم عم وكدحوا طوال العام، وليس من العدل أن نبقسهم حقه. فإن أردت توفير الغلال فخذه. لقد سمعت أن يوسف سيقلل حصة المصريين من الغلال. لقد أمره الملك بذلك، ويوسف لا يستطيع أن يعصي للملك أمرا. ثم كيف لكم كمصريين أن تتساووا بنا نحن هكسوس؟ نحن حكام البلاد. أنتم تحكمون البلاد ونحن أصحاب. كيف تجرؤ أن تقول هذا أمامنا؟ افتحوا الطريق، فلقد أتى يوسف ليوسع البلاد. يقول يوسف: قم يا بني بتوزيع الغلال. وماذا عن حصة المصريين هذا العام؟ يقول يوسف: مثل كل عام يا بني. يحيى العدل، يحيى يوسف. يقول يوسف: أنتم بقية أهل الله على أرضه، وصفوته من صالح المؤمنين. لقد أرسل الله تعالى يعقوب أباكم ومن قبله إسحاق وإبراهيم دعاة لعبادة الله وحده واتباع سبيل الحق والخير. فكان جدكم إبراهيم خليل الله وأبا الأنبياء، وها أنتم تعيشون في أرض مصر مكرمين، وأنا ما زلت معكم وبينكم، وإني موشك على لقاء ربي والالتحاق بآبائي. فإذا توفاني الله، وهذا حادث لا محالة، ستتعرضون للمهانة والظلم والعذاب، فما عليكم إلا الصبر.
والتمسك بدينكم، وبعد زمن ليس ببعيد سيأتي نبي منكم يخلصكم من جبروت فراعنة مصر، وينصر الله به الحق ويقيم الدين. واعلموا أن الله مع الصابرين. تقضي 4 قرون ويتكاثر بنو إسرائيل حتى صاروا ألوفا، لكنهم لم يلتزموا بوصية يوسف فتحيزوا للهكسوس دون المصير. أعطني 10 أوامر أيها المصري الحقير. 10 أوان ب10 دنانير أيها الهكسوسي. إن الأواني ليست لي ولكنها لرئيس الأمن. وما الذي تقصده بهذا الكلام؟ أقصد أنه من الأولى لك أن تحافظ على حياتك ولا تسأل عن 10 دنانير مرة أخرى. أفهم؟ إن الأواني هي كل ما أملك، وزوجتي وأطفالي بدون طعام منذ أمس. اخرس أيها المصري، كيف تجرؤ أن تصرخ في وجه سيدك؟ ما هو رجل ذو شأن ومنصب من بني إسرائيل يحكم بيننا؟ ماذا بكم؟ أخذ مني 10 أوان ثمنهم 10 دنانير ولا يريد أن يدفع لي شيئاً. إنهم لرئيس الأمن. إذا كانت لرئيس الأمن فلا داعي ل10 دنانير. هذا ظلم. نحن اعتدنا على العدل من يوسف وبني إسرائيل منذ أن أتوا إلى مصر، فما الذي أصابكم يا بني إسرائيل؟ ما لكم لا تعدلون؟ انحاز بنو إسرائيل إلى جانب الهكسوس وابتعدوا عن العدل، وكره المصريون بني إسرائيل، ولكنهم لم يستطيعوا أن يعلنوا عما في صدورهم. وأتي اليوم الذي يحضره بنو إسرائيل. جاء أحمس لتحرير مصر من الهكسوس في حرب طويلة. ظلماً لأهل مصر. اليوم نحرر بلادنا وأهلنا من ظلم الهكسوس وطغيانهم، وإلا فالموت أشرف لنا من الذل والهوان. انتصر أحمس على الهكسوس وانتقم منهم أشد انتقام وطاردهم خارج مصر. وظل بنو إسرائيل يسكنون مصر، فانتقم منهم أشد انتقام
لما فعلوه من نصرة الهكسوس على المصريين. ارحمونا يا جنود مصر، وارحموا أطفالنا ونساءنا. أنتم لم ترحمونا ولم ترحموا أطفالنا ونساءنا. ذهب الهكسوس ولن يرفع عنكم الأذى أحد، فهذا جزاؤكم على خيانتكم لنا. دارت الدائرة على بني إسرائيل، وسكنوا أكواخا طينية فقيرة، وتقطعوا في أقاليم مصر، وصدر قانون بتحويل كل بني إسرائيل عبيدا، وصودرت ممتلكاتهم، فأصبحوا فقراء، ومنعوا من السفر خارج مصر، وحرموا من التعليم، وظلوا يعملون مسخرين في الأعمال الشاقة بدون أجر. كلمت موسى وعيسى باسمك اتكلم، كلمت موسى وعيسى باسمك اتكلم،